بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة المعارج لابن كثير، قرأها أحمد. سورة سأل سائل، وهي سورة المعارج، وهي مكية، الصفحة 18 بعد 400. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سأل سائل بعذاب واقع فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر. استعجل سائل بعذاب واقع كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله بعده، أي وعذابه واقع لا محالة. قال النسائي حدثنا بشر بن خالد، حدثنا أبو أسامة، حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، قال النضر بن الحارث بن كلدة، وقال الوفي عن ابن عباس سأل سائل بعذاب واقع، قال ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع بهم. وقال ابن أبي نجيح عن مجهد في قوله تعالى سأل سائل دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة، قال وهو قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال ابن زيد وغيره سأل سائل بعذاب واقع، أي واد في جهنم يسير يوم القيامة بالعذاب. وهذا القول ضعيف بعيد عن المراد الصحيح الأول لدلالة السياق عليه. وقوله تعالى واقع للكافرين، أي مرصد معد للكافرين. وقال ابن عباس واقع جاء ليس له دافع، أي لا دافع له إذا أراد الله كونه، ولهذا قال تعالى من الله ذي المعارج. قال الثوري عن الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ذي المعارج قال ذي الدرجات. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ذي المعارج يعني العلو والفواضل. وقال مجاهد ذي المعارج معارج السماء. وقال قتادة ذي الفواصل والنعم. وقوله تعالى تعرض الملائكة والروح إليه، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة تعرض تصعد، وأما الروح فقال أبو صالح هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا. قلت ويحتمل أن يكون المراد به جبريل ويكون من باب عطف الخاص على العام، ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء كما دل عليه حديث البراء. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث المنهاج عن زاذان عن البراء مرفوعا الحديث بطوله في قبض الروح الطيبة، قال فيه فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله، والله أعلم بصحته، فقد تكلم في بعض رواته ولكنه مشهور، وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم برواية الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من طريق ابن أبي الدنيا عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عنه. وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة، وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيها أربعة أقوال، أحدها أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين وهو قرار الأرض السابعة، وذلك مسيرة 50,000 سنة.
هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة، وكذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة 50,000 سنة، وأنه من ياقوتة حمراء كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش. وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا حكام عن عمرو بن معمر بن معروف، عن ليث عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: منتهى أمره من أسفل الأراضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 1,000 سنة، يعني بذلك حين ينزل الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، فذلك مقداره 1,000 سنة، لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة 500 عام. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد، عن حكام بن سالم، عن عمرو بن معروف، عن ليث عن مجاهد، قوله لم يذكر ابن عباس. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا إبراهيم بن منصور، حدثنا نوح المعروف، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه عن ابن عباس قال: عرض كل أرض 500 عام، وبين كل أرض إلى أرض 500 عام، فذلك 7,000 عام، وعرض كل سماء 500 عام، وبين السماء إلى السماء 500 عام، فذلك 14,000 عام، وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة 36,000 عام، فذلك قول الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. القول الثاني: أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، أخبرنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن ذريج عن مجاهد في قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: الدنيا عمرها 50,000 سنة، وذلك عمرها يوم سماها الله عز وجل يوما تعرض الملائكة والروح إليه في يوم، قال: اليوم الدنيا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن الحكم ابن أبان، عن عكرمة: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار 50,000 سنة، لا يدري أحدكم مضى، لا يدري أحد كم مضى ولا كم بقي إلا الله عز وجل. القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، وهو قول غريب جدا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا بهلول بن المورق، حدثنا موسى بن عبيدة، أخبرني محمد بن كعب: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة. القول الرابع: أن المراد بذلك يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: يوم القيامة، وإسناده صحيح. وعلم الثوري عن سماك بن حرب، عن عكرمة: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم القيامة. وكذا قال الضحاك وابن زيد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: هو يوم القيامة، جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 50,000 سنة. وقد وردت أحاديث في معنى ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا ابن رهيعة، حدثنا دراج عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. ورواه ابن جرير عن يونس، عن ابن، عن عمرو بن حارث، عن دراج به، إلا أن دراجا وشيخه أبا الهيثم ضعيفان، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي عمر العدامي قال:
كنت عند أبي هريرة فمر رجل من بني عامر بن صعصعة فقيل له هذا أكثر عامري مالا، فقال أبو هريرة ردوه إلي فردوه، فقال نبئت أنك ذو مال كثير، فقال العامري إي والله إن لي لمئة حمرة ومئة أدمى حتى عد من الألوان من ألوان الإبل وأفنان الرقيق ورباط الخيل. فقال أبو هريرة إياك وأخفاف الإبل، إياك وأخفاف الإبل وأضلاف النعم، يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير. فقال ما ذاك يا أبا هريرة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها. قلنا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كغز ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره حتى يبطح لها بقاء قرقر فتطأه بأخفافها، فإذا جاوزته أخراها وعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها وأصلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره، ثم يبطح لها بقاء قرقر فتطأه كل ذات ظرف بظرفها، وتنتحه كل ذات قرن بقرنها، ليس فيها أقصاء ولا أعضباء، إذا جاوزته أخراها وعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وإذا كانت له غنم لا يأتي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظرف بظرفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها، ليس فيها عطشاء ولا عطباء، إذا جاوزته أخراها وعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. فقال العامري وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال أن تعطي الكريمة وتنمح العزيزة وتفطر الظمأ وتسقي الإبل وتطرق الفحل. وقد رواه أبو داود من حديث شعبة والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به طريق أخرى لهذا الحديث. قال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم، وفيه الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر إلى آخره، ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون البخاري من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وموضع استقصاء طرقه وألفاظه في كتاب الزكاة من كتاب الأحكام. والغرض من إراده هاهنا قوله حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقد روى ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية وعبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل
ابن عباس عن قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال ما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ قال فاتهم، فقال إنما سألتك لتحدثني. قال هما يومان ذكرهما الله، الله أعلم بهما، وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم. وقوله تعالى فاصبر صبرا جميلا، أيصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستئجالهم العذاب استبعادا لوقوعه، كقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ولهذا قال إنهم يرونه بعيدا، أي وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع، بمعنى مستحيل الوقوع. ونراه قريبا، أي المؤمنون يعتقدون كونه قريبا، وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة. يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتلى وجمع فأوعى. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كالمهل. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأكرمة والسدي وغير واحد، أي كدردري الزيت. وتكون الجبال كالعهن، أي كالصوف المنفوش. قال مجاهد وقتادة والسدي وهذه الآية كقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقوله تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. قال الأوفي عن ابن عباس يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم
ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك. يقول الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ من شأن يغنيه. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وكقوله تعالى: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وكقوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكقوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، أي لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما يلده من المال ولو بملء الأرض ذهبا، أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. قال مجاهد والسدي: فصيلته قبيلته وعشيرته. وقال أكرمة: فخذوه الذي هو منهم. وقال أشهب عن مالك: فصيلته أمه. وقوله تعالى: إنها لظى، يصف النار وشدة حرها، نزاعة للشوى. قال ابن عباس ومجاهد: جلدة الرأس. وقال العوفي عن ابن عباس: نزاعة للشوى، البلود والهام. وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحم. وقال سعيد بن جبير: العصب والعقب. وقال أبو صالح: نزاعة للشوى، يعني أطراف اليدين والرجلين. وقال أيضا: نزاعة للشوى، لحم الساقين. وقال الحسن البصري وثابت البناني: نزاعة للشوى، أي مكارم وجهه. وقال الحسن أيضا: تحرق كل شيء فيه، ويبقى فؤاده يصيح. وقال قتاده: نزاعة للشوى، أي نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه. وقال الضحاك: تبر اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا. وقال ابن زيد: الشوى الأعراب العظام. فقوله نزاعة، قال: تقطع عظامهم ثم تبدل جلودهم وخلقهم. وقوله تعالى: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها، فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق، ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحبة. وذلك أنهم كما قال الله عز وجل: كانوا ممن أدبر وتولى، أي كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه. وجمع فأوعى، أي جمع المال بعضه على بعض فأوعاه، أي أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد في الحديث: ولا توعي فيوعي الله عليك. وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيس ويقول: سمعت الله يقول وجمع فأوعى. وقال الحسن البصري: يا ابن آدم، سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. وقال قتادة في قوله وجمع فأوعى، قال: كان جموعا قموما للخبيث. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين
الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة: إن الإنسان خلق هلوعا، ثم فسره بقوله: إذا مسه الشر جزوعا، أي إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب، وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير. وإذا مسه الخير منوعا، أي إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله تعالى فيها. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا موسى بن علي بن رباح، سمعت أبي يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل شح المال وجبن خالع. ورواه أبو داود عن عبد الله بن الجراح عن أبي عبد الرحمن المقري به، وليس لعبد العزيز عنده سواه. ثم قال تعالى: إلا المصلين، أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذنب، إلا من عصره الله ووفقه وهداه إلى خير ويسر له أسبابه، وهم المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قيل معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتها، قاله ابن مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي. وقيل المراد بالدوام هاهنا السكون والخشوع، كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قاله عقبة بن عامر: ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكد. وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم على صلاته، لأنه لم يسكن فيها ولم يدم، بل ينقرها مقر الغراب فلا يفلح في صلاته. وقيل المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه، كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي لفظ: ما داوم عليه صاحبه. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه. وفي لفظ: أثبته. وقال قتادة في قوله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، ذكر لنا أن دانيال عليه السلام نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا، أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم، أو ثمود ما أخذتهم الصيحة. فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسنا. وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الذاريات. وقوله تعالى: والذين يصدقون بيوم الدين، أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء، فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. ولهذا قال تعالى:
الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون. إن عذاب ربهم غير مأمون، أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. من فضلك تابع بقية المادة. وقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، أي يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه. ولهذا قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي من الإماء، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد تقدم تفسير هذا في أول سورة قد أفلح المؤمنون بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا. وهذه صفات المؤمنين، وضدها صفات المنافقين، كما ورد في الحديث الصحيح: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقوله تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي محافظون عليها، لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم قال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها، فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها، كما تقدم في أول سورة قد أفلح المؤمنون: سواء. ولهذا قال هناك: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقالها هنا: أولئك في جنات مكرمون، أي مكرمون بأنواع الملاذ والمسار. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال يزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يقول تعالى منكرا على الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشاهدون له ولما أرسله الله به من الهدى وما أيده الله به من المعجزات الباهرات، ثم هم مع هذا كله فارغون منه، متفدقون عنه، شاردون يمينا وشمالا، فرقا فرقا وشيعا شيعا، كما قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الآية وهذه مثلها، فإنه قال تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أي فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهطعين، أي مسرعين نافرين منك، كما قال الحسن البصري: مهطعين أي منطلقين.
عن اليمين وعن الشمال عزين، وآحدها عزة أي متفرقين، وهو حال من مهتعين أي في حال تفرقهم واختلافهم، كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب. وقال العوفي عن ابن عباس فما للذين كفروا قبلك مهتعين، قال قبلك ينظرون عن اليمين وعن الشمال عزين. قال العزين العصب من الناس عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا قرة عن الحسن في قوله عن اليمين وعن الشمال يزين أي متفرقين يأخذون يمين وشمال يقولون ما قال هذا الرجل. وقال قتادة مهطعين عامدين عن اليمين وعن الشمال يزين أي فرقا حول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الثوري وشعبة وعبثر بن القاسم وعيسى بن يونس ومحمد بن فضيل ووكيع ويحيى القطان وأبو معاوية كلهم عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير من حديث الأعمش به. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمن حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم حلق حلق فقال ما لي أراكم عزين. وهذا إسناده جيد ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. وقوله تعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا أي أيطمع هؤلاء والحالة هذه من فرارهم على رسول صلى الله عليه وسلم ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم، كلا بل مأواهم جهنم. ثم قال تعالى مقررا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده مستدلا عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منها وهم معترفون بها، فقال تعالى إنا خلقناهم مما يعلمون أي من المني الضعيف، كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين. وقال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ثم قال تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب أي الذي خلق السماوات والأرض وجعل مشرقا ومغربا وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها. وتقرير الكلام ليس الأمر كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور، بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة. ولهذا أتى بلا في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي وهو مضمون الكلام، وهو رد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة. وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة، وهو خلق السماوات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات وسائر صنوف الموجودات. ولهذا قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير.
وقال تعالى في الآيات الأخرى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال هاهنا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، أي يوم القيامة نؤيدهم بأبدان خير من هذه، فإن قدرته صالحة لذلك، وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وقال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. واختار ابن جرير على أن نبدل خيرا منهم، أي أمة تطيعنا ولا تعصينا، وجعلها كقوله: وإن تتولوا واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخرى عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال تعالى: فذرهم، أي يا محمد، يخوضوا ويلعبوا، أي دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب، ينهضون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إلى علم يسعون. وقال أبو العالية ويحيى بن أبي كثير: إلى غاية يسعون إليها. وقد قرأ الجمهور: إلى نصب بفتح النون وإسكان الصاد، وهو مصدر بمعنى المنصوب. وقرأ الحسن البصري: نصب بضم النون والصاد، وهو الصنم، أي كأنهم في إسرائهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يوفضون، يبتدرون أيهم يستلمه أول. وهذا مروي عن مجاهد ويحيى بن أبي كثير ومسلم البطين وقتادة والضحاك وربيع بن أنس وأبي صالح وعاصم بن بهدلة وابن زيد وغيرهم. وقوله تعالى: خاشعة أبصارهم، أي خاضعة، ترهقهم ذلة، أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. آخر تفسير سورة سأل سائل، وهي سورة المعارج، ولله الحمد والمنة. ونستكمل الشريط بجزء من تفسير سورة نوح. تفسير سورة نوح عليه السلام، وهي مكية، الصفحة 24 و400. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أنا أعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا عفى عنهم. ولهذا قال تعالى: أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أي بين النذارة ظاهر الأمر واضحه،
أن أعبدوا الله واتقوه أي اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه وأطيعون فيما أعمركم به وأنهاكم عنه يغفر لكم من ذنوبكم أي إذا فعلتم ما أعمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم. ومن ها هنا قيل إنها زائدة ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل، ومنه قول بعض العرب قد كان من مطر، وقيل إنها بمعنى عن تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم واختاره ابن جرير، وقيل إنها للتبعيض أن يغفر لكم الذنوب العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام ويؤخركم إلى أجل مسمى أي يمد في أعماركم ويبرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم. وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة كما ورد به الحديث صلة الرحم تزيد في العمر. وقوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة، فإنه إذا أمر تعالى يكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه إذا أمر الله تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيء العزيز الذي دامت لعزته جميع المخلوقات. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصبوا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي 1000 سنة إلا 50 عاما، وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم، فقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا أي لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك فلم يزدهم دعائي إلا فرارا أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه كما أخبر تعالى عن كفار قريش وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون واستغشوا ثيابهم. قال ابن جرير عن ابن عباس تنكروا له لئلا يعرفهم
قال سعيد بن جبير والسدي: غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول، وأصروا أي استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع، واستكبروا استكبارا أي واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. ثم إني دعوتهم جهارا أي جهرة بين الناس. ثم إني أعلنت لهم أي كلاما ظاهرا بصوت عال، وأسررت لهم إسرارا أي فيما بيني وبينهم، فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أي ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب، فإنه من تاب إليه تاب عليه، ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك. ولهذا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا أي متواصلة الأمطار. ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية. وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار، ومنها هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره: يتبع بعضه بعضا. وقوله تعالى: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدار لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا مقام الدعوة بالترغيب. ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عظمة. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك. وقال ابن عباس: لا تعظمون الله حق عظمته أي لا تخافون من بأسه ونقمته. وقد خلقكم أطوارا قيل معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة ويحيى بن رافع والسدي وابن زيد. وقوله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا أي واحدة فوق واحدة. وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات؟ فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضا، فأدناها القمر في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه، وعطارد في الثانية، والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة، والمريخ في الخامسة، والمشتري في السادسة، وزحل في السابعة. وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت، والمتشبعون منهم يقولون هو الكرسي. والفلك التاسع وهو الأطلس والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك، وذلك أن حركته مبدأ الحركات وهي من المغرب إلى المشرق، وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب، ومعها يدور سائر الكواكب تبعا، ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها فإنها تسير من المغرب إلى المشرق. وكل يقطع فلكه بحسبه، فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة، والشمس في كل سنة مرة، وزحل في كل 30 سنة مرة، وذلك بحسب اتساع أفلاكها وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة. هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها. وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا أي
فوت بينهما في الاستنارة، فجعل كل منهما أنموذجا على حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها، وقدر للقمر منازل وبروجا، وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى، ثم يشرع في النقص حتى يستسر ليدل على مضي الشهور والأعوام، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا اسم مصدر، والإتيان به ها هنا أحسن، ثم يعيدكم فيها أي إذا متم، ويخرجكم إخراجا أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة. والله جعل لكم الأرض بساطا أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات لتسلكوا منها سبلا فجاجا أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها. وكل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية. فهو الخالق الرزاق جعل السماء بناء والأرض مهادا وأوسع على خلقه من رزقه، فهو الذي يحب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد، لأنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير، بل هو العلي الكبير. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أنهى إليه وهو العليم الذي لا يعجب عنه شيء أنه مع البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى أنهم عصوه وخالفوه وكذبوه واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله ومتع بمال وأولاد، وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام. ولهذا قال: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قرئ وولده بالضم وبالفتح وولده، وكلاهما متقارب. وقوله تعالى: ومكروا مكرا كبارا، قال مجاهد: كبارا أي عظيما، وقال ابن زيد: كبارا أي كبير. والعرب تقول: أمر عجيب وعجاب وعجاب، ورجل حسان وحسان وجمال وجمال بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد. والمعنى في قوله تعالى: ومكروا مكرا كبارا، أي باتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى، كما يقولون لهم يوم القيامة: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ولهذا قال هاهنا: ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. قال البخاري: حدثنا إبراهيم حدثنا هشام عن ابن دريج، وقال عطاء عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني عطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق
فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي كلاع، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. بانتهاء هذا الجزء من تفسير سورة نوح ينتهي التسجيل. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.